عارفه عشان فضحتك. فضحتي؟ كتير. انت رجل اعمال والتفاهم معاك بالارقام يبقى احسن. انا عندي شقه في عماره كبيره على النيل وخمسه وعشرين فدان وشويه بساتين والرصيد مش بطال في البنك، وما حلتش غير بنت واحده وكتبت لها كل اللي حلت بيع وشراء عشان ما حدش ينطلها بعد ما اموت. انا ما عنديش مانع نلم الفضيحه اللي عملها ابنك مع بنتي ونجوزهم لبعض. انت بتصدق الكلام اللي بيتقال عند الهيئه؟ اسمع يا عصفور، اللي حصل من ابنك اكبر من الكلام اللي اتقال عند الهيئه، وانا كان المفروض ادخل عليك دلوقتي وفي ايدي مسدس افرغه في كرشك عشان شرف بنتي. انت جبت الكلام ده منين؟ البنت قالت بنفسها وكانت هتحرق روحها. بس الواد لسه قاري فتحته دلوقتي اهو. اسمع يا عصفور، ابنك لسه تحت باطك، وانا اتكلمت معاك بالطريقه اللي بتفهمها، وعليك انت بقى تقنع ابنك. ثم ايه المدرسه دي يعني؟ حلتها ايه؟ ونضمن منين ان بعد ما نكسر قلب الولد ونجوزه بنتك ما ترجعش تخلى بيا وتطلب الطلاق؟ الضمان اللي انت عايزه انا تحت امرك، بس نلم الفضيحه. انا مستعد اكتب له خمس فدادين بيع وشراء. وانت ايه؟ وربنا عداك العيب، من حتى مش مستريح بنت المدرسه دي.